بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج كإقلاع الطائرة، يعني في اندفاع في البداية ثم تيك اوف، يعني يصعد ويتمر يصعد، ويشعر الزوجان من البداية ان في حاجة لضبط التوازن وربط الأحزمة إلى أن يصلون إلى منطقة المطبات. مطبات اختلاف في التوقعات، قلنا هذا يحل عن طريق الحوار، اختلاف في الأمزجة، الذوق، طريقة تقديم الطعام، طريقة أكل الطعام، الألوان، ترتيب القعدة، ترتيب الفراش، ترتيب، يعني على الاثنين أن يوسعا من أفقهما، يوسعون صدورهم مثل ما نقول إحنا، علشان يجتازون هالمطبات. وأنا أوعدهم وعد، يعني وعد مني أنا أن المشكلات لن تنتهي إلى آخر الزواج، هذا وعد يعني، لسبب بسيط أن التعارف مستمر إلى آخر الزواج. وأنا ما أسميها مشكلات، يعني غلط أني أسميها مشكلات، أعتذر أني سميتها مشكلات، اسمها الأحوال، أحوال جديدة يعني. ولا كل حال جديد نسمي مشكلة، هذه مشكلة بعد، هذا بحد ذاته مشكلة، هو حال جديد. كبرنا شوية، دخلنا في مسألة اختيار تخصص مثلا لدراسة عليا، يا أنا ولد حتى نبي ايش نسميه، نبي إلى أن تصل إلى شغل العيال وتخصصات العيال وزواج العيال، وما نخلص طريقة تربية الأحفاد، ما نخلص يعني، سألوا نجرب، ما نخلص من الأحوال التي تقتضي أن الواحد يوقف ويراجع نفسه قبل ما يطب على راسه ويقعد يسوي له مشكلة. يعني لا، يقول لحظة شوية، هذا وضع جديد، خلني أتفهم وأشوف الآخر شلون يفكر، علشان أنا بس أجتاز هذا المنعطف، منعطفات. إذن الوعد مني أنه طالما أنت تمشي في مسيرة الزواج ما راح تخلص هذه الأحوال. وإذاك العاقل مثل الطيار بالضبط، عينه على المؤشرات، يلاحظ جبيله تغير كذا يمين يسار، لحظة تمام. احنا سننتقل في الزواج سريعا من الاحتفالية وشهر العسل وكل يوم لبس، وكل يوم الأولين يسوونها سطرة، يعني تسطر كذي العصاري مدة أسبوع، يجون الحين الناس طالعونها تقول تحفة، يعني ما يخالف. الحين بطلوا الناس من هالسوالف، بطلوا حتى من العروس، أبشركم خاصة كورونا، لا عروس ولا عزيات زلقة بطيحة. المجتمع يتخلص أحيانا من الزوايد، ساعات بحق وساعات بباطل، بس عموما حنخلص من الاحتفالية الرومانسية إلى إيش؟ إلى واقع الحياة الطبيعي اللي فيه مرورة، فيه مرورة. يمكن أحلى ما في الحياة هو هالواقع المر، لأنه عقبها تشعر بالحلاوة، يعني عقب المرور أنت تشعر بالحلاوة. طيب الحين أنا قاعد أتألم من هذا الوضع الجديد، لمن أشكو كزوج كزوجة؟ لمن أشكو؟ إنزين، هذا مفهوم. المفهوم الثاني لمن أشكو، هذا مهم جدا جدا مهم، لأن كل من تشتكين له وكل من تشتكي له يكون قد اشترى سهما من هذه الشركة، وله الحق في الحفاظ على سهمه. سويتها شركة الآن، كانت شركة مقفلة، سويتها شركة مساهمة عمومية، دشوا فيها شركاء. مشكلة الشركاء أنه بيحافظ كل منهم على سهمه، أنت دخلتني أهشمني، اسمع كلامي، مو تدخلني وتروح تسوي عكس اللي أنا أسويه. فبدينا شو نسوي لما خرجنا من المفهوم اللي كنت بقوله اسمه المركزية، وهو أن خلي الجدر مغطى
ما دام ماكو شيء يعني كبير يعني يقتضي التدخل، مثل واحدة تقول تزوجت وطلع يعني شيء ما نقدر نقوله يعني فعلا يعني. لا، هذا يقتضي أن تساسر أحد بشأن هذا الموضوع. لكن لا والله تضايقت ورحت سولفت، أي واحد سولف له يكون قد اشترى سهما من شركتك المغفلة هذه، وخلاص وسعنا الخرق على الراقع. يعني حتى اللي بيرجع ما يقدر يرجع، لأن الخرق عود، الشق يصير عود. المركزية تقتضي أن يتداول الزوجان الأحوال هذه اللي يسمونها مشاكل، يعني مشاكل صغيرة تداولها بحكمة ومنطق، وإذا أراد أن يقحم أحدا فليحرص على من عنده رأي سديد ينفع. لأنه إقحام الأحباب أولي الرأفة في المشكلات قد يقلب الحياة الزوجية إلى جحيم. إدخال الأحباب أولي الرأفة واليعني الشفقة في أحوال الزوجين قد يقلب الحياة إلى جحيم، وسنعرف ذلك كيف يتم بعد الفاصل. الله يحييكم مرة أخرى. إذن ما في زواج، ملح الزواج هو هذه الأحوال. أخواننا المصريين حلوين، شو يقولون؟ يقولون ما محبة إلا من بعد عداوة. الآن أنا اشتكيت، الله عز وجل اشترط في من يتدخل أن يكون حاكما من أهله، حاكما من أهلها. ما معنى الحكم؟ الحكم جاي من الحكمة، أو فعل حاكمة، والحكمة هي التي يقيد فيها البعير أو يقيد فيها الحصان، يقيد فيها الدابة علشان ما يعني تسرح وقد تضيع. فعرف أن الحكم هو الذي يربط الأمور ويضعها في موضعها. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، يعني لديه من العلم أولا ثم الخبرة ما يصلح به العطب ويداوي به الجرح، هذا الحكم. طيب يعني أمي ممنوع؟ والله ما أدري، إذا أمي عندها حكمة أدش أمي ولا ما أغثها وخليها تشتري سهم، وباكر لو أفكر أرجع لزوجتي تقول الله تكسر كلمتي، ليش تيني مدام أنك أنت عيل بترد عليها وها فعلتها تركتها، أوه صارت طرف، وأبوي مثل، وأبوها مثل، وأمها مثل، ما ندري. أنا ما أقدر أحكم هل هما حكماء أو هل هما حكيمان، أم أنهما عاطفياني محباني رؤوفاني مشفقاني يفسداني، ما أعلم. لا تقحما في مشكلة الزواج إن كان ولا بد. أنا مع المركزية ومع غطاء الجدر، غطوا الجدر، خلوه مكنون على ما فيه، وصلحوا أموركم بينكم. موجودة ترى الاستشارات، موجودة، احنا نتلقى على الواتساب وعلى تويتر وعلى احنا وغيرنا نتلقى، وهي سهلة. وبالمناسبة اللي ايده بالنار ساعات ما يفكر صح، تنقي واحد برا شو يقول لك، يعطيك بدائل، يعطيك ما نسميه بالحلول الفعالة، بالسلوك الفعال. يقولك شو اللي نجح وياه، شو اللي نجح وياها، إيه ليش ما تجربه مرة ثانية؟ والله يعز علي يسوي، لأن يعني أنا كذا وأنا كذا، زعلان مثلا، زعلان. نقول له هدي من روعك، افعل ما يقل. أنت بتستمر ولا تبي تكمل في زواجك ولا لا؟ أنت بتكملين في زواجك ولا لا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، إيه أنا بكمل، أنا بكمل في الزواج، تعالي
خلونا نفكر في الحلول الفعالة الناجعة. وأنا براني، أنا ما شريت سهم لأني براني، لكن لما دش الرفيجة صديقة، يدش الأخو والأخت، وأنا لست ضد إدخال الحكيم منهم، يدش الأم والأب، لا دول كلهم شروا أسهم، ونحن نقول لا تقحم غير حكيم في أمرك، لأنه سيشتري سهما وسيبدأ يؤذيك بهذا السهم الذي اشتراه. لا تستشير إلا من تتوسم فيه الرأي السديد. مرة أخرى، المشاكل، الأوضاع، الأحوال، التقلبات، مرورة الزواج معنا منذ الأزل، منذ أن خلق الله عز وجل آدم وزوجه إلى أن آخر زواج يتم على هذه الحياة. والمطلوب هو المركزية أولا، والحفاظ على كيان الزواج من تدخل الآخرين، والحل العاقل، وتنمية الشخصية الزواجية بتعقول وحوار وحب وتفهم وتغافل ومعرفة طبيعة الأمور. يعني أنت لما تقبل على أمر وأنت تعرف طبيعته تكون مرتاح، أنت عارف طبيعته، يعني ما تفاجأ، أنت عارف أنه طبيعة الزواج. ولذلك إحنا مع الدورات والتثقيف، تثقيف ما قبل الزوجية، تهيئة الناس، وعندنا أشياء كثيرة في تهيئة الرجل للزواج وتهيئة المرأة للزواج موجودة في المواقع، موجودة، أنت طب وتخير. تهيئة الفتاة للزواج، تهيئة المشكلات الزوجية، أقول لكم شيء، حتى الطلاق الآمن موجود، كل شيء موجود، أنت ثقف نفسك في هذا واحفظ زواجك من أن يغشاه شخص متعاطف ومحب وحريص عليك، ولكنه سيكون يعني غير حكيم، أو قد تغيب البصيرة والحكمة معه بسبب حبه لك، وبالتالي يفسد أكثر مما يصلح. جميل. إذن مرة أخرى، أجلوا الشكوى، استبدلوها بالحوار فيما بينكما، واعرف طبيعة هذا الجيل. طبيعة هذا الجيل قلناها وصفناها، فيه عجلة، ويمكنني ذكرتها أنا في بعض المقاطع، صفة الشباب هذه الأيام. فأنتوا اعرفوا طبيعتكم، وتحلما وتعلما وتدربا، وإن شاء الله تعالى فالكم طيب. أسأل الله عز وجل أن يوفق بين القلوب، وأن يبارك في الزيجات، وأن يكفينا وإياكم شرور التدخلات غير الحكيمة التي تفسد أكثر مما تصلح. أراكم على خير.